أيها السادة، لعب أبناء الكويت دورا محوريا وكبيرا خلال فترة الغزو الغاشم، وامتهنوا كل المهن بهدف تلبية احتياجات أهله الصامدين على أرض دولة الكويت، وملبين نداء الوطن وغير آبهين بما يعترض طريقهم من مخاطر. نعم عبد العزيز، رجال الكويت عملوا في المخابز الآلية من أجل تأمين الطعام والغذاء والخبز للصامدين على أرض الوطن في وقت انقطعت فيه كل الإمدادات، ليجسد هؤلاء ملاحم وطنية في الدفاع عن الأرض وأهلها كل من موقعه. كانوا لا يهابون الموت ولا الخطر، خاطروا بأرواحهم وأنفسهم من أجل أن تحيا الكويت ويعود وطن النهار شامخا أبيا. إنهم أبناء الكويت الذين عملوا في المخابز خلال فترة 7 أشهر الغزو، ووفروا الخبز لأهل الكويت الصامدين. احنا والله كنا انا واخوي الكبير علي والوالد الله يحفظه كنا نشتغل في زام واحد. الوالد يخبز على خلطة الطحين والنشا والماء، انا كنت ابيع على اوزع على اول شيء كانت بيع، تالي كانت تفري، واخوي الكبير كان يكيس الخبز في المطاحن الدغيب. كنا الحمد لله كلنا على قلب واحد، كنا نحب نروح المخبز الآلي عشان نخدم الوطن. والله كان شعور خطر صراحة، يعني كان كنا حياتنا في خطر، نطلع من البيت نروح المخبز يمكن نمر على 8 إلى 9 سيطرات على قولتهم. الهوية ذكرى حقي أنا صراحة، 32 سنة محتفظ فيها الغزو، وكان لي الشرف أن أشتغل في المخبز الآلي عشان خدمة الوطن. عقب ما نبيع الخبز ونخلص من الخبز ناخذ حق جيراننا اللي عندنا في المنطقة، في ناس ما يقدروا يروحون يطلعون بروحهم، ما عندهم سيارات، في حريم بروحهم، في أهال بروحهم، ما عندهم أحد. فكنا ناخذ الأسامي من الكبار بالعمر، كل ساعة عمره 16 سنة، وبيت فلان ما عنده، بيت فلان ما عنده، نوديهم المكسوم اللي عليه على أساس نوزع عليهم كلهم. ثلة من أبناء الوطن امتهنوا عمل صناعة الخبز وعملوا في مختلف المخابز في مختلف محافظات البلاد من أجل تأمين الطعام للصامدين. واجهوا مخاطر كثيرة من قبل جنود الاحتلال، إلا أن ذلك زادهم إصرارا في دعم أهل الكويت. الحمد لله كنا شباب منطقة واحدة وفريد واحد، اطلبونا بالنداء المخبز الآلي شويخ المطاحن الدقيق، ولبينا نداء، رحنا مجموعة من الشباب احنا فريد واحد، والحمد لله قلنا لهم نبي نشتغل حق الكويت، يعني المخبز الآلي واقف ويبون موظفين بالغزو طلعوا راحوا خارج البلاد. فالحمد لله لبينا النداء ورحنا كلنا بإيد واحدة، صارنا 3 شفتات، احنا داومنا الشفت الظهر لليل للمغرب. من طلعتنا من البيت للمخبز كان تواجهنا مشكلة بالسيطرات. وثاني شيء لما كنا نسوي نظام كان يجون الجنود العراقية ما يحبون النظام، فنقول له وقف بالنظام، يقول لي ما أوقف بالنظام، أنا جندي وعندي التحاق، يعني بيروح عزامة ولا شغلة كذي، فعطني خبز وخلص. وبعضهم كانوا يشون بالسيارات داخل المخبز الآلي، فما تقدر تكلمه، تعطيه بكل احترام. الذكرى حلوة أن كل الشعب الكويتي وقف بيد واحدة، والحمد لله أن كلنا تلاحمنا مع بعض. سنوات عديدة مضت على فترة الغزو، ولا تزال صور الملاحم الوطنية التي سطرها أبناء الكويت حاضرة في أذهان الكبار والصغار، من أجل أن يبقى وطن النهار شامخا أبيا وتكون دولة الكويت منارة العالم. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. وطن النهار.